العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. من الشرقية والشرقي نيوز، أهلا بكم معنا إلى الحصاد، وهذه عناوينه. Our President, the Secretary of State, and the Chairman of the Joint Chiefs of Staff. رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس القوات. American leaders. ومجموعة أخرى من المسؤولين الأمريكان. Have made their support for the government of Iraq very clear. قدموا بوضوح دعمهم الكامل للعراق. قادة أمريكيون في واشنطن يفضلون إرسال قوات محدودة العدد للقتال داخل القوات العراقية بهدف تقوية ثباتها في مواجهة داعش. Thousands of airstrikes have been flown by the aircraft of many nations, including Iraq. آلاف من الضربات الجوية قامت بها من كثير من دول التحالف وأيضا ويا القوة الجوية العراقية. القائد البريطاني كريستوفر كيكا يؤكد أن التحالف الدولي قدم دعما كبيرا للحكومة العراقية ويعزز الآن قدرات آلاف جنودها لمحاربة التنظيم. صارنا 5 أيام هنا، جايين احنا من عمان ومعلقين بهالمكان هذا، لا حد يجينا ولا حد يسأل علينا. مريه خطيه ولدت هنا بالشارع وبنتها توفت. تسجيل حالات وفاة بينها أطفال وتدهور أوضاع آلاف النازحين والمارة إثر إغلاق طريق ناحية النخاب باتجاه بغداد. سعر امبير الكهرباء 12,000 دينار من دون محافظات العراق، العاصمة بغداد 10,000 دينار، النجف ليش 12؟ شنو احنا مواطنين لو شنو احنا؟ خلي يشوفونا، خلي باعونا، خلي يشوفون الله، الله احنا فقراء عمي. وبعد اشتعال شرارتها في البصرة وميسان، التظاهرات ضد وزارة الكهرباء تمتد إلى محافظات الفرات الأوسط احتجاجا على الفساد وسوء خدماتها. وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يلمح إلى حتمية إعادة الانتخابات البرلمانية إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. تحية من جديد. في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، تصدرت الأوضاع في العراق وسوريا والأزمات الأخرى في الشرق الأوسط الحملات الانتخابية التي انطلقت استعدادا لخوض المنافسة الانتخابية في العام 2016. محاربة تنظيم داعش في العراق والخيارات العسكرية التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في هذا البلد كانت إحدى النقاط الرئيسة التي يتداولها المتنافسون في حملاتهم الانتخابية، لا سيما بين الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة الأمريكية. الحزب الجمهوري يواصل انتقاده لخيارات إدارة أوباما خاصة في العراق، أما الحزب الديمقراطي فاستمر بسياسة الدفاع عن هذه الخيارات، فالأول يفضل خيارات محدودة لكنها حاسمة على الأرض، والثاني يفضل مواصلة العمل والاستشارة والدعم العسكري للحكومة العراقية وقوات العشائر ضد التنظيم. إذن وفي السياق الذي تناولناه في بداية الحصاد، فقد فضل مسؤولون عسكريون أمريكيون إرسال قوات قتالية أمريكية محدودة القتال للقتال داخل القوات العراقية من أجل تعزيز قدراتها القتالية وتقوية ثباتها في مواقعها في مواجهة تنظيم داعش. مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق للشؤون العسكرية مارك كيميت أكد في تصريحات من واشنطن أن الحل الأفضل هو إرسال وحدات قتالية خاصة محدودة العدد لتقاتل داخل القوات العراقية بهدف دفعها على الثبات في مواقعها والقتال ضد التنظيم، إلى جانب المستشارين 450 ضمن استراتيجية ورد النيل. وبخصوص احتمالية اضطرار القوات الأمريكية للقتال إذا تعرضت لخطر، قال كيميت إن القواعد التي تنتشر فيها القوات الأمريكية ستكون محصنة.
الحل الأفضل هو إرسال وحدات خاصة محدودة العدد لتقاتل داخل القوات العراقية بهدف دفعها على الثبات في مواقعها ضد تنظيم داعش، إلى جانب المستشارين العسكريين 450 الذين أرسلوا ضمن استراتيجية ورد النيل. القواعد التي تنتشر فيها قواتنا ستكون محصنة، وهذا الخيار البديل عن إرسال قوات استشارية داخل الوحدات العسكرية العراقية، لأن الوحدات التي ستكون في هذه القواعد ستبقى بعيدة عن المجموعات العراقية، لكنها في الوقت نفسه قريبة بما يكفي لتوفير المساعدة عند الحاجة. هذا فيما رفض الكونغرس الأمريكي إرسال قوات عسكرية للعراق لمساعدة قواته الحكومية ومقاتلي العشائر في محاربتها تنظيم داعش. وقال مستشارون في الكونغرس الأمريكي إن المجلس وبعد مناقشات مستفيضة بشأن إرسال قوات عسكرية أمريكية إلى العراق رفض مشروع القرار بأغلبية 231 صوتا مقابل 196 صوتا، غير أن مستشاري الكونغرس أكدوا في الوقت نفسه أن موقف الكونغرس ليس ملزما للرئيس باراك أوباما ولن يؤثر على خططه لتعزيز جهود محاربة التنظيم في العراق، كون قرار إرسال المستشارين 450 يأتي ضمن صلاحياته التنفيذية. أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن الحكومة تعول بشكل كبير على المتطوعين في هذه المرحلة الحساسة، لأن الالتحاق بالجيش في هذا التوقيت يثبت بأن الجيش عقيدة راسخة. العبيدي قال على هامش زيارة مدرسة قيادة عمليات بغداد إن التدريب لوحده لا يكفي، وأن المطلوب هو الثبات في المعارك وإطاعة الأوامر العسكرية اللازمة لاستعادة الأراضي. سعيد جدا أن ألتقي بكم، هاي النخبة الطيبة من الشباب العراقي الواعي المندفع اللي جاي من أجل تحقيق هدف، وهو الدفاع عن أرض العراق والدفاع عن كرامة الشعب العراقي. أنا حقيقة سمعت أخبار طيبة جدا من الأخ آمر مدرسة القتال والسيد قائد عمليات بغداد عن إمكانياتكم، عن التزامكم، عن ضبطكم، عن اندفاعكم لتقبل التدريب، طاعة الأوامر واحترام ما فوق. حقيقة الأخبار سارة جدا، وأتمنى عليكم المزيد من المثابرة والعمل والطاعة والالتزام والتقيد بالتعليمات وأخذ المعلومات المفيدة لكم من أجل أن تكونوا جنود مقاتلين قادرين على الدفاع عن بلدكم وتحقيق الهدف المنشود من أجل الخلاص من هذا الإرهاب. بجهود مثل هؤلاء الأبطال الشباب المقاتلين الأشداء العراقيين الوطنيين أصحاب الغيرة، الأمور ستعود إلى نصابها إن شاء الله. ولهذا حقيقة احنا كقوات مسلحة، كوزارة الدفاع، كحكومة عراقية نعول عليكم كثيرا، وخاصة انتم كنخبة جديدة متطوعة في هذه الأيام الصعبة، وجيتكم في هذا الوقت إلى وزارة الدفاع، إلى قيادة عمليات بغداد، لها دلالات ومعاني كثيرة. أنتم أكيد اللي يجي في هذا الظرف الصعب في معركة شرسة جدا بأنه يمتلك العقيدة الكاملة والإيمان المطلق بضرورة الدفاع عن أرض العراق الطاهرة إن شاء الله. نفى التحالف الدولي الأنباء التي ترددت بشأن قصف طائرات تابعة للتحالف مواقع للحشد، مشيرا إلى أن جميع العمليات والضربات تتم بالتنسيق مع القوات العراقية وبطلب من الحكومة. وقال نائب قائد قوات البشمرجة بل بالأحرى القوات المشتركة في العراق العميد كريستوفر كيكا، قال خلال مؤتمر صحفي إنه لن تكون هناك أي قوات عسكرية على الأرض العراقية، مبينا أن توسيع القواعد العسكرية لا يزال مشروعا تحت الدراسة. The coalition has not struck the PMF on the ground. قوات التحالف لم تكن هناك ضربات جوية ضد الحشد الشعبي. And the coalition take a number of steps. نحن نأخذ خطوات كثيرة. To ensure that our airstrikes are
all very closely coordinated with the Iraqi security forces. وأن جميع العمليات تقوم بها يجب هناك تنسيق كبير مع القوات العسكرية القوات والجيش العراقي في المنطقة. They are all at the request of the Iraqi security forces. وجميعها تتم بطلب من الحق من القوات العسكرية قوات الحكومة العراقية. And because we do this, it has ensured that we have not struck PMF units. ولأننا نقوم بهذه الطريقة فإحنا نتأكد نحاول أن لا يكون هناك أي ضربات ضد الحشد الشعبي. كما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عن تدريب 8000 جندي عراقي خلال الفترة الماضية، داعيا المشككين بقدراته إلى النظر إلى وضعية تنظيمه. وقال نائب قائد القوات المشتركة في العراق العميد كريستوفر كيكا خلال مؤتمر صحفي إن التحالف الدولي يقوم بتقديم دعم كبير للحكومة، وأنه قام حتى الآن بتدريب 8000 جندي عراقي وتطوير اللياقة البدنية لهم. Over 8,000 Iraqi soldiers have been trained to a high standard. إلى حد الآن 8,000 جندي عراقي قد درب وأهل لزيادة قدراتهم القتالية. Thousands of airstrikes have been flown by the aircraft of many nations, including Iraq. آلاف من الضربات الجوية قامت بها من كثير من دول التحالف وأيضاً القوة الجوية العراقية. And if you doubt that, look at the effect on Daesh. وإذا هناك شكوك انظر إلى وضعية داعش والتأثير الذي أصاب داعش وقت الحرب. They are no longer able to operate in a way they did at this time last year. في الوقت ليس لديهم القدرة للتنقل والعمل كما كانوا في نفس الوقت من السنة الماضية. They are a changed and a weakened organization. ولقد تغيروا إلى منظمة ضعيفة. دعا رئيس المجلس الأعلى للإسلام العراقي عمار الحكيم دعا البرلمان العراقي والحكومة إلى تجاوز المعوقات التي اعترت تعديل قانون المساءلة والعدالة وتنظيم عمل الهيئة الخاصة به. وذكر بيان للمجلس الأعلى أن الحكيم التقى رئيس هيئة المساءلة والعدالة وكالة باسم شريف البدري داعيا إلى ملاحظة النقاط التي تضمنتها مبادرة السلم والتي تدعو إلى تطوير عمل الهيئة بما يحقق إجماع الكتل السياسية وصولا إلى نتائج ترضي جميع الأطراف. ومن جانبه قال البدري إن الهيئة بحاجة إلى دعم الحكومة والتحالف الوطني لمشروع قانون هيئة المساءلة الذي أنجزته الحكومة وقدمته للبرلمان للتصويت عليه بعد الأخذ بالملاحظات.
نفى أمين عام منظمة بدر هادي العامري أن تكون المطالبة بالاهتمام بالحشد على حساب الجيش أو باقي التشكيلات العسكرية والأمنية. العامري وعلى هامش احتفالية خاصة في بغداد طلب الحكومة بتحديد أولوياتها بشكل واضح، محذرا من محاولة البعض تفسير التصريحات بشكل مغلوط. بعض الشياطين خصوصا الإعلاميين يحاول الخباثر، وكأنما عندما نطلب ونطالب بضرورة الاهتمام بالحشد الشعبي يكون على حساب الاهتمام بالجيش، أو نطالب الاهتمام بالجيش يكون على حساب الشرطة وعلى حساب الحشد. اليوم مدعوين جميعا إلى دعم الجيش وإلى دعم الشرطة وإلى دعم الحشد الشعبي، واليوم مدعوون بل أكثر إلى دعم العشائر العربية الأصيلة التي تقف مع أبناء الحشد الشعبي في معركتها ضد الإرهاب. أعتقد اليوم نحن بحاجة إلى دعم. الحكومة يجب عليها أن تحدد أولويات. اليوم لا توجد أولوية أهم من أولوية الأمن، وإذا لم نهتم بالأمن نفقد الأساس الأصل. لذلك أملنا كبير، أولويات الحكومة، اهتمام الحكومة يجب أن ينصب باتجاه الأمن وفعلا تجهيز الجيش والشرطة والحشد. من ضيوف حصادنا الليلة ينضم معنا السيد بليغ أبو كلال المتحدث باسم الائتلاف ائتلاف المواطن. بداية سيد بليغ، أهلا بك إلى حصاد الشرقية. أهلا ومرحبا وسهلا بكما. سيد بليغ، اليوم الحكيم يدعو لتجاوز المعوقات التي تواجه تعديل قانون المساءلة والعدالة، يدعو لتنظيم عمل الهيئة الخاصة به، يعني ألا تعتقد أن قانون المساءلة والعدالة انتهى باعتبار هذا القانون كان محدد بتوقيت دستوري والمفروض انتهى بفعله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكما ولمشاهدي قناة الشرقية. ابتداء، قانون المساءلة والعدالة هو من القوانين التي سنت في المرحلة الانتقالية، وحقيقة لم تحدد المرحلة الانتقالية حتى نقول أن هذا القانون انتهت مرحلته، لكن تم الاتفاق على تسوية ملفاته في البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان، ونحن ملزمون بالتعامل معه وبتحويله من ملف سياسي إلى ملف قضائي يتم فيه محاسبة المجرمين و الغض النظر والعفو عن الأبرياء. هذا ما نطمح إليه وما نحن ملتزمون به. ولكن أريدك أن توضح لي ما معنى لم تنتهي المرحلة الانتقالية بعد كل هذا المشوار الذي طبعا خطته العراق الجديد، مرحلة سياسية، انتخابات، رئيس جمهورية، رئيس وزراء، برلمان، كل هذا ما زلنا نتحدث عن مرحلة انتقالية سيدي؟ نحن نتفق أن بالنسبة لنا في ائتلاف المواطن أن المرحلة الانتقالية كان على الجميع تحديد سقفها الزمني، لكن للأسف مثل ما تعرفون أنه لم يتم تحديد سقفها الزمني، وبالتالي لا يمكننا الاجتهاد ما دام لم يكن هناك نص قانوني على تحديد الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية. نعم، سياسيا نعتقد أنه آن الأوان للانتهاء من هذا الملف ومحاسبة المجرمين، وكنا سابقا دائما رددناها أن هذا الملف استخدم استخدام سيء على كل الأطراف جميعا للأسف الشديد، وأعتقد اليوم آن الأوان لتقديم المجرمين الذين قاتلوا الشعب العراقي وقتلوه والانتهاء من هذا الملف والعفو عن الأبرياء. سيد بليغ، يعني قبل قليل ذكرت ملزمون على التعامل مع قانون المساءلة والعدالة. الكتل السياسية، أغلب الكتل السياسية تؤكد أن قانون المساءلة والعدالة خلف مشكلات حقيقية ولا يحتاج إلى مداولة ونقاش وتعديل بل إلى إلغاء. قلت لك سيدي الفاضل، هذا القانون يحتاج إلى الانتهاء من عنده وتحويله إلى ملف قضائي وليس ملفا سياسيا، وبمعنى ذلك تصفية جميع الملفات والانتهاء من عنده بشكل كامل بعد تحويله إلى ملف قضائي. إذا حول إلى ملف قضائي سيعني انتهاء العمل به، هذا ما ندعو إليه، تحويله
إلى الملف القضائي والانتهاء من مرحلة تسييسه بشكل كامل، والمحاسبة قلت لك أكررها محاسبة المجرمين والعفو عن الأبرياء. وما الذي يحول دون تحويله إلى ملف قضائي سيد أبو كلال؟ حقيقة وضع العراق الآن، الحرب الدائرة مع داعش وتفصيلاتها ربما أخر هذا الاتفاق السياسي الذي قلت لك الحكومة والكتل السياسية جميعا ملزمة بتطبيقه، وتأخيره لا يعني عدم الالتزام به، وإنما لظروف واقعية نأمل بشكل سريع الالتزام بجميع فقرات البرنامج الحكومي الذي يقابله مقابل المساءلة والعدالة. تعرفون أن هناك قانون تجريم البعث، فعلينا حتى ننتهي من قانون المساءلة والعدالة علينا أن نسن قانون تجريم البعث حتى يصبح توازن بين الأمرين. أعتقد هذا أيضا معطل، فلا يجب النظر إلى أن قانون المساءلة والعدالة لم ينتهي، بالتالي قانون تجريم البعث لم ينتهي أيضا. إذن سيد بليغ، يعني تجريم وأيضا اجتثاث، وهناك في البيان الذي صدر المجلس على اليوم تتحدثون عن مبادرة السلم والنقاط التي تضمن هذه المبادرة، يعني حدثنا عن طبيعة هذه المبادرة. أولا يعني بصراحة أقول لك تجريم حزب البعث لا يعني استهداف مكون على حساب مكون آخر، يجب أن نفهم هذه القضية. حزب البعث هو مجرم بحق الشعب العراقي بشكل عام، ومن الخطأ الكبير أن نعتبر أن تجريم حزب البعث هو استهداف لمكون، هذا أرجو أن نلتفت إليه. بالنسبة لنا مبادرة السلم الأهلي وبناء الدولة، نقول بصريح العبارة أن هذه هي الحل، وإذا لم نذهب إلى مشروع سياسي يتوافق مع المشروع العسكري فإننا ذاهبون إلى مرحلة خطرة في تاريخ العراق قد تؤدي لا سمح الله إلى التقسيم وإلى حرب أهلية طاحنة. نكون ما عليه الآن بالنسبة لما هو قادم، نحن في جنة الآن. فلذلك أعتقد مبادرة السلم الأهلي وبناء الدولة هي الحل الأمثل والمتوافقة مع المشروع الأمني. هناك مشروع سياسي يرضي جميع الأطراف، وهذه المبادرة ليست مبادرة لمكون على حساب آخر، هذه المبادرة فيها كل مطالب مكونات الشعب العراقي، فيها مطالب الشيعة والسنة والكرد والطوائف الكريمة والمكونات الأخرى، فهي لا تختص بطائفة دون أخرى. لذلك نعتقد أن فيها الحل، ومن دونها سندخل في حروب دموية لن تنتهي إلا بهلاكنا جميعا. وعلى ذكر مبادرة السلم سيد بليغ، في بعض الخطابات سمعناها من بعض الكتل السياسية، من بعض السياسيين تحديدا، فيها نبرات وعبارات لا تخلو من الطائفية، إلى أي مدى هذا تؤثر في هذه المبادرة وتؤثر حتى في العملية السلمية وفي إذكاء الطائفية في بلد تنحر فيه الطائفية، عفوا تنخر الجسد العراقي فيه؟ بالتالي نحن بالضد من أي خطاب طائفي سواء من أي مكون كان ومن أي جهة تصدر، رسمية أو غير رسمية. نعتقد أن بالحوار، بالهدوء، بالمحبة، بتقارب أبناء المجتمع الواحد نستطيع أن نمضي. الخطابات الطائفية من أي جهة كانت هي تسبب في شرخ كبير في هذا المجتمع، ولذلك هذه الأصوات التي تخرج من هنا أو هناك يجب أن لا يستمع لها، ويجب أن لا نلتفت إليها بأي شكل. طيب سيد بليغ، يعني إلى أي مدى تنطبق هذه الأصوات، هذه الخطابات الطائفية مع الاتهامات السياسية التي تتحدث عن سعي البعض لعرقلة عمل الحكومة وإظهارها بالحكومة الضعيفة، وبالتالي التأثير على مواقع صنع القرار؟ للأسف مثل ما تفضلت، هناك من يؤثر فعلا على الحكومة لإضعافها أو للتشكيك في وطنيتها أو للتشكيك في أدائها السياسي، على الرغم من أننا نشكل في بعض الأداءات، لكن بشكل عام الحكومة الآن في منهاجها ماضية بشكل لا بأس به، لا نقول جيد لكن لا بأس به، لكن علي أن نشجع الخطوات الإيجابية وأن ننتقد بدقة وبحذر الخطوات السلبية. ولذلك أقول للأصوات
التي تنتقد عليهم أن ينتقدوا للتقويم لا للتسقيط. للأسف رأينا كثير من التصريحات بشكل عام من الأطراف جميعا، أطراف قليلة لكنها ربما تريد تهيج الشارع، هي تصريحات غير صحيحة وغير منضبطة ولا تنم عن حس وطني. وهل من الحكمة أيضا في هذا الإطار أن نسمع أيضا خطابات وعبارات أيضا تحمل من الأسلوب اللوم وتحمل مسؤولية الأبناء المحافظات الذين طبعا سيطرت على مناطقهم تنظيم داعش؟ هل ترى أنه من المقبول أن نسمع هكذا خطابات على هؤلاء النازحين وهؤلاء المواطنين الذين هم أصلا يعيشون غبنا وظلما من تنظيم داعش؟ النازحون إخوتنا، وعلينا أن نستثمر هذه الفرصة التاريخية لتقوية العلاقات الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد. لا نقبل باتهام النازحين ولا بالمساس بهم. نعتقد أن أصابهم غبن كبير، 3 ملايين نازح من كل أبناء الشعب العراقي. علينا أن نحتضنهم، أن نقدم لهم المساعدات، أن نحثهم على قتال داعش، أن نوفر لهم المعسكرات للتدريب لكي يقاتلوا. هؤلاء إخوتنا، وعلينا أن نستفد من الدرس الكبير الذي تضربه المرجعية الدينية العليا، فهي ترسل من حقوق وأموال شيعة أهل البيت عليهم السلام لإخوتهم السنة مئات الأطنان من المساعدات إلى حديثة وغيرها من المناطق السنية الكريمة. هذا درس لنا جميعا لكي نتفهم أن العراق واحد وأن شعبه واحد، وبلا هذه الأطر الأخوية للتعامل أعتقد سنخسر كثيرا. ولذلك النازحون مسؤوليتنا جميعا، وعلينا الاهتمام بهم ولا يقبل المساس بهم أو التشكيك بهم. طيب أنتم كائتلاف مواطن يعني كيف تعاملتم مع قضية النازحين؟ يعني هل تعاملتم بشكل جدي مع ما يحتاجه النازح الآن في هذا الظرف؟ ابتداء علي أن أفهم أن النازح هو مسؤولية الحكومة وليس مسؤولية الأحزاب السياسية. لكن من جانبنا كائتلاف مواطن، ربما تشاهد زيارات سماحة السيد عمار الحكيم زعيم ائتلاف المواطن، وهو يجوب معسكرات النازحين، يقدم ما يستطيع تقديمه. وهذه المعسكرات ليست تابعة لطائفة معينة دون أخرى، يزور النازحين الشيعة، يزور النازحين السنة، يزور كل هذه المكونات. وبالتالي أيضا ندفع بشكل حقيقي وإلى دعمهم وإلى صرف الأموال لهم، كما أننا دعونا بشكل جاد للحكومة إلى تشكيل صندوق دولي لدعم النازحين، لأننا في مرحلة الحكومة عاجزة عن توفير الأموال. أعتقد أن المضي إلى المجتمع الدولي وجلب المساعدات سيساعد كثيرا في حل مشكلة النازحين. وهل هنالك مبادرات دولية أخرى لجلب هذه المساعدات؟ سمعنا بأنه على سبيل المثال الإقليم كردستان العراق كان في قيادات هناك ذهبت إلى الكويت الإمارات العربية المتحدة لجلب مساعدات دولية عربية من أجل مساعدة النازحين. ماذا عن كتلة المواطن؟ هل لديها مساعي ومبادرات من أجل جلب مساعدات لهؤلاء النازحين؟ هناك تحركات حثيثة مثل ما تفضلت من كثير من القوى السياسية في مبادرة السلم الاجتماعي، السلم الأهلي وبناء الدولة عفوا. هناك فقرة تخص إخوتنا النازحين وتعويضهم وتشكيل صندوق دولي لهم. هذه المبادرة إذا تم التوافق عليها ستتضمن حلا جذريا للنازحين بكل مكوناتهم وأطيافهم. طيب سيد بليغ، يعني اليوم نشهد تباين في الآراء حول موضوعة إرسال قوات إضافية للعراق من المستشارين الأمريكيين. يعني أنتم كتحالف وطني كائتلاف مواطن كيف تنظرون لهذا الأمر؟ يعني وأيضا كيف ترون حقيقة الدور المطلوب من التحالف الدولي؟ بالنسبة لنا كائتلاف مواطن نرحب بكل مساعدة تقدم إلى الشعب العراقي من كل الأطراف. رحبنا بالمساعدة التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
وكذلك نرحب بالمساعدة التي يقدمها التحالف الدولي، وهذا الأمر منوط بالحكومة الاتحادية، هي التي تقدر المصلحة، فإذا ارتأت المصلحة أن تستقدم مستشارين للقوات العراقية ليس لدينا مانع وليست لدينا حساسية، لكن نحن نعارض إنزال قوات برية، ونعتقد أن قوات العراقية وأبناء الحشد الشعبي الأبطال وأبناء العشائر والبيشمركة قادرون على تحرير الأرض إذا ما قدمت لهم النصائح العسكرية وإذا ما قدم لهم الدعم الجوي. هذا ما نعارضه فقط في المساعدة الدولية، أما بقية الأنواع المساعدات كالاستشارة وكالمعلومات الاستخبارية فنحن داعمون لها، والحكومة لها أن تقدر ذلك، ونحن داعمون للحكومة فيما تقرر. طيب سيد بليغ، يعني في أيضا هنالك بعض المعلومات من مسؤولين أمريكيين يتحدثون عن أنه هنالك فرضية تتعلق بالاستقدام والزج بقوات أمريكية قتالية محدودة تكون مدموجة مع القوات العراقية، هل تستوعبون هذه الفكرة؟ هل لديكم أي اعتراضات عليها؟ قلت أن فكرتنا الأولى، الاعتراض الأول هو بإنزال قوات برية على الأرض قتالية، أما قوات اللي تفضلت بها إذا كانت قوات تصاحب بنحو الاستشارة والدعم الفني واللوجستي فلا وليست قوات قتالية فهي مرحب بها، أما إذا كانت قوات قتالية على الأرض نحن لا نعتقد أننا بحاجة لها، ليست لدينا حساسية من هذا الأمر، لكن نعتقد أننا لسنا بحاجة إلى قوات قتالية على الأرض. نعم السيد بليغ أبو كلال المتحدث باسم ائتلاف المواطن، شكرا جزيلا لك. ومن جديد نذكر بالعناوين. الحل الأفضل هو إرسال وحدات خاصة محدودة العدد لتقاتل داخل القوات العراقية بهدف دفعها على الثبات في مواقعها ضد تنظيم داعش. قادة أمريكيون في واشنطن يفضلون إرسال قوات محدودة العدد للقتال داخل القوات العراقية بهدف تقوية ثباتها في مواجهة داعش. Thousands of airstrikes have been flown by the aircraft of many nations, including Iraq. آلاف من الضربات الجوية قامت بها من كثير من دول التحالف وأيضاً من القوة الجوية العراقية. القائد البريطاني كريستوفر كيكا يؤكد أن التحالف الدولي قدم دعماً كبيراً للحكومة العراقية ويعزز الآن قدرات آلاف جنودها لمحاربة التنظيم. صارنا خمس ايام هنا جايين احنا من عمان ومعلقين بهالمكان هذا، لا حد يجينا ولا حد يسأل علينا. مرية خطيه ولدت هنا بالشارع وبنتها توفت، وتسجيل حالات وفاه بينها اطفال، وتدهور اوضاع الاف النازحين والماره اثر اغلاق طريق ناحيه النخيب باتجاه بغداد. سعر امبير الكهرباء 12000 دينار من دون محافظات العراق، العاصمة بغداد 10000 دينار، النجف ليش 12؟ شنو احنا مواطنين لو شنو احنا؟ خلي يشوفونا، خلي باعونا، خلي يشوفون الله احنا فقراء عمي. بعد اشتعال شرارتها في البصرة وميسان، التظاهرات ضد وزارة الكهرباء تمتد إلى محافظات الفرات الأوسط احتجاجا على الفساد وسوء خدماتها. حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يلمح إلى حتمية إعادة الانتخابات البرلمانية إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
أغلقت نقطة تفتيش في قضاء النخيب شرقي الأنبار الطريق الدولية أمام المركبات القادمة من الأردن إلى بغداد، فيما يؤكد شهود وفاة طفلة بعمر 7 أشهر جراء ارتفاع درجات الحرارة. وتبيت عشرات العائلات اليوم الخامس على التوالي على جانبي الطريق الصحراوي الذي يصل الأنبار بالعاصمة بغداد مرورا بالنخيب لعدم السماح للعائلات بعبور نقطة التفتيش المستحدثة، حيث يقول جهود إن من بين الممنوعين عددا من سكان كربلاء وبغداد وحالات مرضية حرجة وكبار. صارنا 5 أيام هنا، جايين احنا من عمان ومعلقين بهالمكان هذا، لا حد يجينا ولا حد يسأل علينا. مرية خطية ولدت هنا بالشارع وبنتها توفت. قالوا احنا قبل رايحين جايين، اللي جوازه عمان يعبر قبل ومامنين الطريق. جينا من عمان صار 5 أيام احنا بالتراب، نسوان واطفال وبالضيم حالنا، كفيلك الله ورسوله. جاء من عمان انا وعائله وياي، هو وزوجته واطفال 2، وجاي يرجع لبغداد، اهلي ببغداد، رجع لبغداد، يدخلون لبغداد. انت سكن بغداد؟ انا سكن بغداد يا اخي، احنا رايحين جاي من هالطريق هذا، نريد ندخل بس يدخلون. صار 4 أيام هنا بايتي من الشارع، وهالترابك هنا اكل يا عمي، ما يصير. كانت كربلاء صار 4 أيام هنا، وديت منتسبين ورجعت ما يخلون ندخل. عدني والله يا عيني، انا جايه من مصر. اي وجيت على طريق الاردن اروح لبغداد، لان اخويا مستشهد وجيت عليه. زين جيت احضر جنازه اخويا، ما حد خلانا افوت لبغداد. عملية عدنا من عمان وكملنا عمليتنا غير نرجع للعراق لبغداد يعني، وهاي 4 أيام هذول الاطفال شنو هذول بهذول يعني. الله يقبلها، لا اكل ولا مي ولا نوم 5 أيام، شنو نسوي؟ احنا من جينا من عمان مسافرين، رحنا نتعالج، يسد العذر نروح لبغداد، احنا سكان بغداد عمي. اخذوا جثه مالي مات هنا من وراء الحار، ومات وسط جثه بكربلاء. وين بس تاخذ جثه من مصر؟ انا جاي جايين عند تقال، توفى عندي بالحر هنا صار 4 أيام. صارنا 5 أيام هنا، جايين احنا من عمان ومعلقين بهالمكان هذا، لا حد يجينا ولا حد يسال علينا. مرية خطية ولدت هنا بالشارع وبنتها توفت. الله يقبلها، لا اكل ولا مي ولا نوم 5 أيام، شنو نسوي؟ احنا من جينا من عمان مسافرين، رحنا نتعالج، يسد العذر نروح لبغداد، احنا سكان بغداد عمي. في الفلوجة استشهد وأصيب 17 شخصا جراء القصف الذي تعرضت له أحياء شمال المدينة. وقالت مصادر في المدينة إن القصف تركز على حي الجغيفي، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين، فضلا عن تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية، كما وتسبب القصف بحسب المصادر إلى تدمير أحد الجوامع في الحي. وصفت وزارة البشمركة ما حدث من إطلاق نار بين قوات البشمركة ومسلحي الحشد في جلولاء بأنه سوء تفاهم، وأن ممثلين عن الجانبين سيجتمعون الأحد لحل هذا الإشكال. ونقلت مصادر في وزارة البشمركة بأن قواتها طالبت مسلحي الحشد بالخروج من المنطقة، فيما وجه الحشد طلبا مماثلا للبشمركة، ما أدى إلى حصول توتر أمني وتبادل لإطلاق النار بين الجانبين. فيما علق أمين عام وزارة البشمركة جبار ياور بالقول إن ممثلين عن قوات البشمركة والحشد في جلولاء سيجتمعون لمعالجة المشاكل، مضيفا أن ما حصل لم يكن اشتباكا بل سوء تفاهم تجري معالجته. واصلت القوات الأمنية في مدينة بيج شمال صلاح الدين قصفها الجوي والمدفعي على ناحية الصينية غربي القضاء الخاضعة لسيطرة تنظيم ما يسمى بداعش لليوم الخامس على التوالي تمهيدا لاقتحامها. ونقل مراسلون عن مصادر عسكرية أن اقتحام الناحية يتيح المجال للقوات الأمنية للالتفاف غربا للسيطرة على مصفاة بيجي ولقطع الإمدادات عن التنظيم، ولم تعرف الخسائر الناجمة عن القصف المدفعي. وفي منطقة الجلام نصب التنظيم سيطرة وهمية وأوقف 3 من أفراد شرطة قضاء الدور وقام بإعدامهم قبل انسحاب عناصره. يأتي ذلك فيما نفذ طيران التحالف الدولي 12 ضربة جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم ما يسمى بداعش في 7 مدن عراقية. وذكرت قوة المهام المشتركة أن الضربات دمرت مباني وحفارات وأسلحة آلية وشبكة أنفاق، وقصفت وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم ومواقع لإطلاق الصواريخ وقذائف المورتر. وتابعت في بيان أن الضربات نفذت قرب الموصل وسنجار وتلعفر وبيجي والفلوجة والبغداد ومخمورة.
وحول ما يجري في محافظة الأنبار معنا السيد سالم العساوي نائب عن محافظة الأنبار. سيد سالم أهلا بك. بداية أود أن أسألك عن آخر التطورات فيما يتعلق بجهودكم المتعلقة بتزويدكم بالسلاح، ما يتعلق أيضا بما قالته وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستدعم خطوة الحكومة العراقية بتسليح العشائر في محافظة الأنبار، إلى أين وصلت الأمور؟ تحياتي لكم ولقناة جمهور الشرقية الكريم. حقيقة لا يخفى على الجميع هناك جهود حثيثة للحصول على السلاح لأبناء الأنبار وأبناء المحافظات التي تخوض الحرب الشرسة مع العدو الإرهابي داعش منذ أكثر من سنة ونصف، وبسبب القلة الواضحة وعدم التجهيز والإمكانيات الكبيرة التي لا تساوي شيء أمام هذه المعركة، فلجأنا حقيقة إلى بعض الدول للتسليح، وهذا منوط بالموافقة الحصرية من خلال الحكومة المركزية من خلال تخويل محافظ الأنبار، وبدأت الاتصالات مع بعض الدول الأخرى لتجهيز أبناء الأنبار. هذا فيما يخص التسليح، وكذلك المشاورات الأخيرة التي جرت بين السيد الدكتور سليم الجبوري مع القيادة الأمريكية للحصول على تجهيزات أبناء العشائر في المحافظات الثلاث. طيب سيد سالم، يعني هل هناك ضمانات تم الحصول عليها من البيت الأبيض فيما يتعلق بتسليح العشائر، تحديدا فيما يتعلق بإيصال السلاح للعشائر وأبناء المحافظات التي تشهد قتالا ضد داعش؟ نعم، من خلال الاجتماعات مع الوفد في البيت الأبيض وضح تماما بأن هناك إرادة ممكن بالتعبئة والتدريب والتسليح خلال لهذه العشائر وأبناء المحافظات، ومثل ما قلنا ممكن يكون من خلال الحكومة المركزية. وكانت هنالك إرادة سابقة من الإدارة الأمريكية في هذا الاتجاه، ما الذي يجعلكم أكثر تفاؤلا في هذه المرة؟ نعم، كانت هناك إرادة للطرف الأمريكي بالتسليح، ولكن كانت منوطة بموافقة الحكومة المركزية، ولكن بعد موافقة السيد رئيس الوزراء وتخويل محافظ الأنبار بالتسليح ظهرت هناك إرادة أكثر، وممكن قد تكون إرادة يعني واضحة من خلال إرسال بعض المستشارين خلال هذه الأيام ووصولهم إلى بعض القواعد العسكرية. هذا ما يعطينا الأمل بممكن أن تكون إرادة حقيقية لدعم العشائر والمحافظات. طيب فيما يتعلق بدعم النازحين، يعني في الوقت الذي يطالب به النازحون بالدعم والمساندة اليوم يفاجأوا بقرار حكومي يمنع بيع وشراء ممتلكاتهم، يعني كيف تنظرون لهذا الموضوع؟ حقيقة كنا نأمل من الحكومة المركزية أن تتعامل بشكل جدي مع قضية النازحين، وهذا ما كنا نتمناه منذ بداية الأزمة. وحقيقة في بداية الأزمة كان عدد النازحين، أود أن أشير إلى هذه الملاحظة، كان عدد النازحين 100,000 نازح، تم تخصيص لهم مبلغ تريليون، وكان يفترض شهريا في خلال الحكومة السابقة. للأسف في هذه الحكومة الحالية لم يتم تخصيص أي مبلغ للنازحين سوى المبلغ 2.4 تريليون عبر بطاقة الكي كارد، ومع تزايد أعداد النازحين اليوم اللي وصل لحدود 3.5 مليون نازح، أي لا توجد خطة واضحة لاستيعاب النازحين وطرق إيوائهم والأمور المعاشية وإعطاء حقوقهم الإنسانية لدى الحكومة المركزية. فلهذا يبدو الموضوع بل فاق سيطرة الحكومة المركزية. اليوم يجب أن نلجأ إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة بطلب يد العون للمشاركة في هذه الأزمة الحقيقية التي يمر بها البلد. اليوم لدينا قضيتين رئيسيتين أصبحت قضية محاربة الإرهاب وقضية النازحين من أهم القضايا التي يجب أن تتعامل معها الحكومة المركزية. لكن فيما يخص قضية النازحين هناك قصور واضح، فبالتالي لا يوجد أمامنا إلا اليوم طلب يد العون من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والخيرية بدعم هذا الملف، ملف النازحين. ولكن هنالك من طبعا يحملكم أيضا المسؤولية
ربما يستهجن البيان الذي أصدرتموه، بيان رافض خالي من أي قوة إلزامية، بيان خجول في طبيعته. يعني هل أنتم أيضا، هل أليست من جانبكم أيضا هنالك مهمة ومسؤولية لإيواء هؤلاء النازحين؟ أنتم جزء أيضا من هذه الحكومة، الحكومة المحلية على الأقل. سيدتي العزيزة، فيما يخص موضوع النازحين حقيقة مثل ما أشرت، الموضوع فاق قدرات الحكومة المحلية أو العشائر أو المحافظات خاصة الساخنة، فبالتالي أغلب النازحين نزحوا خارج هذه المحافظات. يجب أن نشير بالشكر والتقدير إلى الإقليم الذي استوعب الكثير من أبناء المحافظات وخاصة محافظة الأنبار ونينوى، لكن اللي يكون حقيقة الموضوع القلق واللي أقلقنا تماما هو آلية التعامل مع النازحين خلال الفترة الأخيرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر إلى هذا اليوم، من خلال التعامل الأجهزة الأمنية مع النازحين، اللي هي على سبيل المثال غلق جسر بزيبز، غلق السيطرات على النخيب، غلق سيطرات كربلاء، غلق سيطرات المحمودية وجنوب بغداد. هذا حقيقة ولد شعور واضح وتماما لدى المواطن بعدم التعامل وعدم الإنصاف مع قضية النازحين وعدم استقبالها، لا بل اليوم ذهب إلى الأبعد بفقدان القيم الأخلاقية اللي يتمثل بها المجتمع، اللي بدل لا أفتح الأبواب للنازحين اليوم غلقت الأبواب بوجوه النازحين، بدل أن أذهب إليهم وأويهم اليوم لا يسمحون لهم بدخول بغداد. اليوم مباشرة عليك أن تدخل من جسر بزيبز إلى المطار ثم تطير إلى الإقليم، يمنع دخول بغداد. هذا حقيقة ولد مؤشرات خطيرة، وهذه المؤشرات تؤدي إلى انقسام المجتمع. كما تعرفون اليوم هناك عدد كبير من الشاحنات المحملة بالمواد التجارية والإغاثية والمواد الصحية والمواد التجارية في على النخيب محجوزة منذ أكثر من 20 يوم، بل ذهب إلى أبعد، اليوم المواد الغذائية استهلكت تماما وانتهت الصلاحية وتم تفريغها في الصحراء. طيب، على الجهات الأمنية يفترض أن يتعاملون مع هذه الآليات ومع الشاحنات ومع أصحاب الشاحنات ومع النازحين بطريقة وجود القانون ووجود الأعراف الدينية والإخلاقية والإنسانية ثم القانون. لكن من المؤسف تماما اليوم بعض الجهات بدأت تتعامل حتى على الأراضي المسيطر عليها، يفترض المسيطر عليها من قبل الحكومة المركزية، بدأت تتعامل مع الآليات ومع المواد الإغاثية ومع المواد الغذائية الداخلة إلى بغداد أو الداخلة إلى المحافظات الأخرى بطريقة تحجز. فهذا يؤدي إلى مؤشر خطير وهو الانقسام في المجتمع. أنا أعتقد بصراحة اليوم مفهوم التقسيم ليس هو مفهوم تقسيم الأرض، لا، بل هو اليوم التقسيم هو موضوع تقسيم المجتمع. بهذه التصرفات سينقسم المجتمع، فبالتالي تقع على مسؤوليتنا كسياسيين ومسؤولية الحكومة المركزية ومسؤولية جميع الأحزاب الحفاظ على وحدة المجتمع. بخلال هذه التصرفات للأسف حقيقة تتولد إشارات واضحة لدى المجتمع ولدى النازحين بأن سنتعامل معكم بجهة أخرى. أنا حقيقة من خلال قناتكم الكريمة أدعو جميع المسؤولين وجميع أصحاب القرار، الحكومة المركزية والبرلمان والسلطة التنفيذية، إلى الحفاظ على النسيج المجتمعي. مثل ما أشرت قبل قليل، القرار الذي أثار الضجة بعدم التعامل مع كل من يحمل هوية الأحوال المدنية الصادرة من النينوى وصلاح الدين وبغداد في دوائر الحكومية وفي دوائر الضريبة، مقترح بسيط من دائرة استشارية يقسم المجتمع إلى نصفين. هذا هو التقسيم بعينه، ليس التقسيم تقسيم الأرض، هذه لك دونم ولي دونمين. التقسيم هو تقسيم المجتمع. فأدعو جميع أصحاب الرأي وأصحاب القرار السياسي والكتل السياسية إلى التروي جليا خلال هذه المرحلة الحساسة التي قد تولد الشعور الحقيقي بالانقسام والتقسيم. نأمل من القادة السياسيين والحكومة الأخذ بنظر الاعتبار للحفاظ على وحدة ونسيج المجتمع العراقي ووحدة البلد. سيد سالم، يعني أتوقف عند نقطة أشرت إليها قبل قليل وهي موضوعة النخاب. يعني هل النخاب هي خارج إدارتكم، يعني باعتبارها أنها تابعة لمحافظة الأنبار؟ سيد العزيز، النخاب أرض عراقية أنبارية جغرافيا وإداريا.
اليوم بحكم الظرف الامني ذهبت بعض الحشود من الفصائل الحشد الشعبي الى النخيب بإرادة فرض السيطرة الأمنية. ولكن حقيقة من المؤلم اليوم عندما نسمع أخبار هناك بأن اليوم الشاحنات والكثير من العوائل النازحة تحجز. العوائل النازحة بصراحة حجزت أكثر من 3 أيام، وتابعت أنا اليوم الأخبار بأن دخلوا إلى بغداد. لكن فيما يخص الشاحنات صار أكثر من 20 يوم هي واقفة على الطريق في الصحراء. لا بل أبعد من هذا، الأكثر السواق الشاحنات تركوا سياراتهم ونزلوا إلى أهلهم، سواء إلى كربلاء أو إلى النجف أو إلى المناطق الأخرى. تركوا سياراتهم وتركوا بضائعهم المحملة بالمواد الإغاثية والمواد الغذائية والمواد الإنشائية والمواد الصحية. فإذا أنا أدعو كذلك أبناء الحشد إلى التعامل مع هكذا ظاهرة بالتعامل الأبوي والتعامل الإنساني والإخلاقي والديني، بالإضافة إلى التعامل وفق القانون، وأن لا يتسيدون فوق القانون. اليوم يجب أن نذهب سويا أنا وابن الحشد وابن المؤسسات الأمنية بالتعامل بإنصاف وبرؤية واحدة. أما هذه الطريقة حقيقة تؤثر سلبا على مسيرتنا بالقضاء على العدو الإرهابي المتفق عليه سويا هو داعش. وربما حتى ملف النازحين غير متفق عليه، هنالك من يرى بأن هذا الملف أصلا ليس هنالك أي تقصير من الحكومة وجهودها، وإنما المشكل يكمن في الأعداد الكبيرة للنازحين. ما رأيك سيدي من هذه طبعا الطروحات التي نسمعها من بعض الكتل السياسية والسياسيين؟ ممكن توجد هذه الطروحات لدى بعض الأطراف، لكن علينا اليوم أن نحن نتعامل مع واقع الحال. واقع الحال يقول بأن هناك وزارة بلديات عراقية يجب أن تتعامل مع ملف النازحين وإنشاء خطة طوارئ من أجل الإغاثة والماء والخدمات الأخرى. هذا لا يوجد، لا توجد خطة لدى مثلا على سبيل المثال وزارة البلديات، وكذلك وزارة النقل، وكذلك وزارة الصحة، وكذلك وزارة الهجرة، وكذلك وزارة التجارة. لا يوجد خطة واضحة تماما. اليوم نقول هناك غرفة عمليات مشتركة لإدارة ملف النازحين، مثل ما هناك غرفة عمليات مشتركة لإدارة الملف الأمني. توجد غرفة عمليات لإدارة الملف الأمني، هي غرفة العمليات المشتركة، لكن هل توجد غرفة عمليات لدى هذه الوزارات؟ فقط متمثلة باللجنة العليا للنازحين، واللجنة العليا للنازحين اليوم باتت لا تملك الأموال الكافية ولا تملك الإمكانيات الكافية للأداء أمام هذا العدد الكبير من النازحين. سبق وأن قلت 100,000 نازح في البداية تم تخصيص لهم 1 تريليون، اليوم 3.5 نازح لم يتم تخصيص لهم سوى مبلغ 2,400 عبر بطاقة الكيكارد. أي مبلغ للإيواء أو الصحة أو الخدمات لم يخصص خلال هذه المرحلة. أشكرك جزيل الشكر. فبالتالي علينا أن نتعامل مع واقع حال. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد سالم العساوي نائب عن محافظة الأنبار على مشاركتك معنا.
الحصاد مستمر ونتابع فيه أيضا. سعر امبير الكهرباء 12000 دينار من دون محافظات العراق، العاصمة بغداد 10000 دينار، النجف ليش 12؟ شنو احنا مواطنين لو شنو احنا؟ خلي يشوفونا، خلي باعونا، خلي يشوفون الله، الله احنا فقراء عمي. بعد اشتعال شرارتها في البصرة وميسان، التظاهرات ضد وزارة الكهرباء تمتد إلى محافظات الفرات الأوسط احتجاجا على الفساد وسوء خدمتها. إذن امتدت التظاهرات الرافضة لتراجع خدمة تزويد الكهرباء إلى محافظات الفرات الأوسط بعد أيام من اشتعال شرارتها في قضائي الزبير وأبي الخصيب في البصرة. ونقلت وكالة محلية في بابل وواسط والنجف وديوانية تجمع عشرات الناشطين بشكل شبه يومي خلال الليل، ويقدم عدد منهم على إحراق الإطارات تعبيرا على الاحتجاج إزاء سوء الخدمة والقطع غير المبرمج مع ارتفاع درجات الحرارة، وباستثناء ذقار التي هددت بفصل محطة الناصرية العملاقة عن الخدمة، تشهد محافظات وسط وجنوب العراق قطوعات غير مبرمجة بحسب محتجين، وذلك مع ارتفاع درجات الرطوبة والحرارة. من جانبه طالب محافظ ميسان علي دواي لازم وزارة الكهرباء بتزويد المحافظة بحصصها الكاملة والعمل فورا على إعادة تأهيل وتشغيل محطة الكحلاء. وأشار لازم في تصريح لشقية نيوز إلى أن الخلل لا يكمن في الأحمال والتجاوزات فحسب، بل في عدم تعاون السلطات المعنية بملف التجهيز. نعتمد أنه تجهيز الطاقة من التوليد من والنقل هو عن طريق الشبكة الوطنية وعن طريق الخط الإيراني. أعتقد أنه نجهز حاليا وحسب مركز السيطرة نجهز حاليا للمواطنين في النهار 4 ساعات تجهيز وساعتين أطفاء، وما بعد الساعة 12 بالليل نجهز ب5 ساعات وساعة أطفاء. المشكلة الوحيدة فقط هي، وأعتقد أن المشكلة هاي مشكلة طبيعية ومشكلة عامة، اللي هي العطلات والمشاكل واللي تحدث في الصيانة. يعني هناك محولات تعطب، هناك أسلاك تنقطع، هناك كثير من الأمور تتعرض للاحتراق، وهي طبيعية يعني بسبب الأحمال الزائدة، بسبب الحر، الجو حار، ولذلك أنه في بعض الأحيان أنه الصيانة تحتاج إلى 2 ساعة، 3 ساعات، 4 ساعات لإصلاح الكيبلات المتضررة، المحولات المتضررة، الأسلاك المقطوعة. سعر امبير الكهرباء 12000 دينار من دون محافظات العراق، العاصمة بغداد 10000 دينار، النجف ليش 12؟ شنو احنا مواطنين لو شنو احنا؟ خلي يشوفونا، خلي باعونا، خلي يشوفون الله، الله احنا فقراء عمي. هذا وامتدت الاحتجاجات على أداء وزارة الكهرباء إلى محافظة بابل اعتراضا على زيادة ساعات القطع بحسب تصريحات متظاهرين وصفوا استمرار أزمة الكهرباء في العراق وصفوها بالمفتعلة من قبل بعض المسؤولين في محاولة لإفشال العملية السياسية. الكهرباء يشعر المواطن الحلي بالخصوص أنه هذه الكهرباء فد ورقة ضغط على الشعب. طالب السيد وزير الكهرباء بتعديل واقع الكهرباء بشكل ملحوظ، وذلك لأن الشعب العراقي بصورة عامة لا يتحمل هذا الوضع لما صرفته الكهرباء من مبالغ طائلة. نحذره آخر تحذير ولا نستطيع التحمل أكثر من ذلك. تظاهرة وفق ما كفله لنا الدستور من حق التظاهر السلمي والتعبير وحرية التعبير عن الرأي لغرض تصحيح مسار هذه الوزارة، سيما بعد أن قامت الوزارة باستقطاع حصة محافظة بابل والتي تعد من المحافظات الكبرى المنتجة للطاقة الكهربائية. لدينا يقين أن هنالك تعمد من بعض الجهات السياسية في إبقاء مشكلة الكهرباء قائمة وبدوافع سياسية، الهدف الرئيس منها إفشال العملية السياسية. في الأثناء هدد مئات المحتجين في النجف بإعلان اعتصام مفتوح، ذلك احتجاجا على استشراء الفساد وعدم التزام وزارة الكهرباء
بالحصص المقررة لتزويده. وطلب مئات المتظاهرين بتحسين الخدمة وتشغيل الكوادر التي أضيفت إلى معدلات البطالة، فضلا عن تقليل سعر الأمبير للمولدات الأهلية إلى 6000 دينار وتزويد أصحابها بالوقود. علي الحاج يحمل المزيد من التفاصيل، نتابع. شهدت مدينة النجف تظاهرة سلمية ضمت المئات من أبناء المحافظة بمشاركة واسعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، احتجاجا على تردي الواقع الخدمي لا سيما انقطاع التيار الكهربائي شبه المستمر الذي يرافقه ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة تزامنا مع قدوم الشهر الفضيل. صرخة محافظة النجف لأشرف، صرخة خدمات، صرخة مطالب، صرخة مظلومية، سعر امبير الكهرباء 12000 دينار من دون محافظات العراق، العاصمة بغداد 10000 دينار، النجف ليش 12؟ مطلب الخدمات اللي دعوا أهل النجف طلبوه من مجلس محافظة، تفاجئنا مجلس محافظة النجف يصوت على قرار سعر الامبير 12000 دينار. إذا كان وقود ماكو، وزارة النفط ما تجهزكم، تمنيت أنتم يا مجلس محافظة تشاركون أبنائكم توقفون وياهم. وأنا طالب وزير الكهرباء صعد الأمبير إلى 12000 دينار، شنو إحنا مواطنين لو شنو إحنا؟ خلي يشوفونا، خلي باعونا، خلي يشوفون الله، الله إحنا فقراء عمي، إحنا مو أغنياء، والغني الغني الله ما يباعوا عليه، الله يباعوا عليه الفقراء، صحيح ولا لا؟ المتظاهرون الذين تجمعوا بالقرب من مجسرات ثورة العشرين وسط مدينة النجف حملوا لافتات ورددوا هتافات تطالب الحكومتين المحلية والمركزية بتوفير الخدمات وعلى رأسها التيار الكهربائي، مهددين بالاعتصام المفتوح في عموم شوارع المحافظة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة. حقيقة احنا صدرنا بيان بهذا الصدد، المظاهرات راح كانت تستمر ولربما تتحول الى اعتصامات اذا بقى الوضع على هذا الحال. اليوم المواطن العراقي بصورة عامة قاعد يعاني من عدة ازمات، الازمة الامنية، الازمة الاقتصادية، في كل هذا، واليوم تصدر قرارات مجحفة بحقه بارتفاع هذه الاسعار. فيما يرى مراقبون أن الدستور العراقي كفل حق التظاهر والتجمعات السلمية، حذرت أوساط سياسية عراقية من أبعاد تلك التظاهرات سياسيا وأمنيا وتبعاتها السلبية على المحافظات الجنوبية. من النجف، علي الحاج، الشرقية نيوز. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعا بحضور رؤساء الدوائر لبحث سبل تلافي انعدام سيولة نقدية، وتقرر خلال الاجتماع الطلب من رؤساء الدوائر المحافظة
أو رؤساء دوائر المحافظة تقديم اقتراحات وحلول لتسيير العمل برغم انعدام السيولة النقدية. هذا ودعا محافظ كركوك نجم الدين كريم في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع دعوات الحكومة الاتحادية إلى إطلاق مستحقات المحافظة. يشار أيضا إلى أن الاجتماع ليس لخلق مشكلات كما يقول طبعا، وإنما له أهداف اقتصادية لخدمة مكونات كركوك. وأضاف أيضا أن إحدى المشكلات في العراق عند وضع خطة مالية أو استراتيجية هو عدم وجود المعلومات الكافية والقرارات تتخذ بصورة اعتباطية. ولفت محافظ كركوك إلى أن المحافظة لم تستلم أي مبلغ من البترودولار للعامين الماضيين، كما لم تستلم أي مبلغ من حصة تنمية الأقاليم المقررة لها، رغم أنها استضافت أكثر من نصف مليون نازح. أكد نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء العرجي إلى ملف النازحين والشهداء أولوية قصوى في التعامل مع مراجعات دوائر التقاعد العامة والمؤسسات الحكومية بشكل عام. وقال الأعرجي على هامش زيارته مديرية التقاعد العامة إن خيارات النازحين قليلة، وكذلك الحال بالنسبة لذوي الشهداء، وأن الخلل يكمن في تزايد الأعداد وليس بالضرورة في الجهد بالأحرى المبذول. يجب أن نعطي خصوصية إلى شريحتين، الشريحة الأولى النازحين سواء كانوا متقاعدين أو نازحين موظفين. شفناه حقيقة يعني هذا النازح اليوم ما عنده غير هذا المصدر، فشنو اللي نقدر نساعد حتى نعطيه أولوية في أن يقضي حاجته وأن يواجه هذه الحياة السابقة. والمسألة الثانية هي موضوع الشهداء بصورة عامة والشهداء الأرهاب بصورة خاصة. يعني ليس من المعقول أن الشهيد يضحي بكل شيء وعندما يستشهد تجي عائلته هنا وتنصدم بأمور وتعليمات وقوانين. أنا أعرف هذه المشاكل هي مو بسببكم، أنتم تعانون منها في معالي مراجع. أنا أريد أشوف تطلون الخلل وين، بالتشريع، بالتعليمات، بالأمور المادية، حتى نحلها نوصلها إلى مجلس الوزراء، إلى السيد رئيس الوزراء. إحنا إذا نقدر نحل قسم من عدا ونتعاون فيما بيننا. بحث أمير الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح مع رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني سبل تطوير العلاقات الثنائية والاستثمارية مع الإقليم وأوجه الخلاف بين أربيل وبغداد والأزمة المالية للإقليم. وقالت وكالات إن الصباح والبرزاني استعرض التطورات في المنطقة والتطورات الأمنية والسياسية في العراق والخلاف بين المركز الإقليم، فضلا عن بحث زيادة الاستثمارات الكويتية في الإقليم. يذكر أن اللقاء جرى بحضور ولي العهد نواف الأحمد الصباح، وأيضا جرى أيضا بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. أعلنت قيادة عمليات بغداد شروعها بحجز المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل، ذلك ابتداء من يوم غد الاثنين، باستثناء تلك التي تحمل أوراقا تثبت أن صاحبها يقوم بإجراء التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي. وقال المتحدث باسم العمليات العميد سعد معن في تصريح لشرقية نيوز إن الإجراء سببه استخدام المركبات من دون لوحات في عمليات السطو والتفخيخ. نعم، هنالك أوامر للسيد القائد العام للقوات المسلحة وتنفيذها من خلال قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية. الموضوع يتعلق بمنع سير العجلات التي لا تحمل لوحات تسجيل، وتحجز هذه المركبة لمدة شهر. طبعا هنالك لا توجد هناك أي استثناءات، يطبق القانون على جميع أي سيارات الحكومية والأهلية وكافة العجلات. كذلك الحال يتم حجز العجلة شهر إذا كانت العجلة فيها عملية تغيير في معالم هذه العجلة أو المركبة، مثلا تغيير لون أو محاولة إخفاء رقم أو غيرها، أيضا تعامل نفس المعاملة. ستتم مباشرة بتطبيق هذه الأوامر اعتبارا من يوم غد. طبعا هناك الاستثناءات المتعلقة بالعجلات التي لا تحمل لوحات تسجيل أثناء فترة الدوام الرسمي، أي إذا كان هناك صاحب العجلة يقوم بعملية مراجعة لدوائر المرور ولكن لم يثبت أنه لديه مراجعة لدوائر المرور وكان يتنقل بالعجلة كيفما يشاء والعجلة لا تزال لا تحمل لوحات تسجيل، أيضا يتم حجز هذه العجلة. طبعا هذه الأوامر التي صدرت هي لعدة اعتبارات، وخاصة متعلقة بالوضع الأمني، خاصة أن هناك الكثير من ضعاف النفوس من
العصابات ومن خارجين عن القانون الذين يستخدمون هذه العجلات، إضافة إلى شيء الرئيس والمهم هو أنه التنظيمات الإرهابية تستخدم العجلات في استهداف المواطنين أو استهداف القوات الأمنية أو غيرها من الأماكن، وبالتالي في ظل هذه التعليمات وتطبيقها سوف يكون هناك عملية ضبط مباشر للشارع بالنسبة للعجلات وغيرها من الأمور. لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار راسلونا على rai@alsharqiya.com. أحرزت لاعبة المنتخب العراقي بالقوس فاطمة سعاد الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشهدت أوساط رياضية محلية ودولية بفوز فاطمة التي لم تتجاوز 16 عاما بذهبية المسابقة وسط منافسة قوية من دول اشتهرت باللعبة أبرزها هولندا. وكانت فاطمة والتي تلعب لنادي الشرطة حصلت على المركز الأول في التصفيات الأولية في بطولة العالم للشباب والمقامة بولاية داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة. ونتابع أيضا في حصادنا. حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يلمح إلى حتمية إعادة الانتخابات البرلمانية إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الانتخابات المبكرة ستكون حتمية إذا لم يتمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة الرئيسة من تشكيل حكومة جديدة خلال المهلة الدستورية ومدتها 45 يوما. وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية أنه يعتزم تكليف حزب العدالة والتنمية أولا بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه إذا لم يتمكن الحزب والذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات من تحقيق ذلك، ولم يتمكن كذلك من جاء في المركز الثاني في هذه الحالة التوجه إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى وفقا للدستور، سيكون أمرا لا مفر منه. وأوضح أردوغان أن ترك البلاد دون حكومة هو أمر غير وارد ويجب أن تشكل الحكومة وبأسرع وقت ممكن. ثمة أخبار متنوعة نتوقف عندها قبل الختام.
ختام الحصاد من الشرقية وشرقي نيوز، هذه تحية وإلى اللقاء. تحياتي.